السلام عليكم، مساكم الله بالخير وبالعلم الزين. يا هلا يا هلا ابو رفيق امس، حياك الله يا ابو ربيع. والله يا البارح يا جانا مطر يا رقنا، لا لا جاب بعده ولا قبله يا ربي. هالايام بالعاده مشغول، فما افضل لا على قرايب، باقي ساعتين عن صلاه الفجر، ساعتين ونص. فاتصل على ابو المها، يا ابو المها بنروح نمشي، نفرغ الطاقه السلبيه، نروح لنا في مخطط فاضي نمشي فيه ونسولف لين تقرب وقت قبل السلام. اقفلها بقاله، هي يعني لازم اسوي اكشن. والله لا ارفع ضغطك علي. اسمع ترى النصر بيلعب كمان، بس اسمع احله رحله ومطر جاء بعدين الصار مالك شغل. طيب بعدين صار رجعنا وما صلينا في المدرسه. اخواني واخواتي جزاكم الله خير وشكرا بحجم السماء على ثقتكم في بربيع. والله لا يجيب اليوم اللي اخذلكم فيه ولا تشوفون عن طريق هالجوال شيء ما يسركم مني ولا تنصدمون، لان احنا بشر احيانا صاحين واحيانا مجنن. عز الله ان الوقت ما هو مضمون، فيه خطوره من جميع النواحي. تبطي عن الصاحي وتلقاه مجنون، تبطي عن المجنون تلقاه صاحي. الله لا يجيب ذاك اليوم. معرض الكماليات اخر الاسعار اللي اعلنا له قبل امس، ما شاء الله والحضور والناس اللي جو بعد الاعلان. والله ما اقول هالكلام الا من باب الشكر لكم، ما هو من باب فرد العضلات وشوفوني، لا والله المعلنين في السوق كثير وفي بعضهم افضل من غازي وبمراحل. يعطيكم العافيه.